بس بقى راحت جايبه ايه الشمعه وقعدت تلسعه في ودنه وتحت باطه حروقته خالص. المهم قعد يصرخ يصرخ، قالت له في ايه؟ هو انا ضربتك؟ انا حرقتك بالشمعه بس. قال لها طب الحب اللي بينا والكلام ده؟ قالت له خلاص يا حبيبي انت خنتني، ما بقاش في حاجه بقى تبقى عليها، فاهمني انت طبعا يا دمنهوري، فاهم؟ دمنهوري يا دمنهوري. نعم. عمال احكي لك على المسلسل انت مش معايا خالص. معالي. ايه؟ انت تعرفي يعني ايه حب؟ اه طبعا. طب سايباني ليه سارح كده في الفضا؟ ما تديني نبذه عنه. نبذه؟ اه. ماشي، وانت ما سالتنيش وانا ما اديتكش نبذه، لو عايز اديله. بص، الحب ده ان الواحد يحب امه، ابوه، اخوه، كده يعني اكله شغله والحاجات دي. اكله وشغله؟ اه. يا معالي انا بسالك عن الحب الرومانسي. عن الوجد. عن الهيمان، عن الخيال. بس عرفت، عارفة ده. أقول لك الحب بقى الدقة بيه وغير التاني، يعني إيه؟ اتنين يتقابلوا مع بعض، هوب حبوا بعض، هوب اتخطبوا لبعض، هوب اتجوزوا بعض، هوب خلفوا من بعض، هوب اتخانقوا مع بعض، هوب طلقوا بعض. بس يا معالي أنا ما بسألكيش عن الهوب، أنا بسألك عن الحب. ما هو ده الهوب، هو الحب واحد يعني. أنا ما كنتش عارف إنك رومانسية للدرجة دي. لا أنت فايتك عني كتير، مش عارف إن أنا كنت بكتب شعر وأنا في ابتدائي؟ لا بجد؟ أقسم بالله. إيه؟ أسمعك حاجة؟ يا ريت. بس وعد التاري. لا 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 ما أقدرش. أقول لك يعني حسب ما أنا متذكرة، كنت بقول إيه؟ الحب الحقيقي هو اللي يحل مرار الأيام، لو وحشتنا دموع عينينا نندهله بيجيلنا أوان. دي محمد فؤاد صح؟ إيه ده، هو سرقها؟ حسب الله ونعم الوكيل. على فكرة أنا كان ليا برضو تجربة حب بجد؟ قبل كده. آه آه، وأثمرت في الآخر عن قصيدة شعرية كتبتها كانت بتأكد على الحالة اللي أنا فيها حقيقي. طب قول لي والنبي كتبت إيه؟ حب الناس يا حب، خلي الناس تحب، الحب مالينا غيره. ورحت عدتها تاني وقلت والله مالينا غيره. والله العظيم مالينا غيره. يدفينا؟ يدفينا. ينسينا؟ ايه ده؟ ايه التوافق ده؟ ده انا بقول مفردة وانت بتقولي التانية. شوف. تعالي هنا يا شهيرة. كل الهري اللي هرتيه في العربية ده مش داخل دماغي. ان شاء الله لو عنه دخل في دماغك انت هتقرفني. ايه الدوشة اللي انا عايشة فيها دي؟ انتوا فاكرين نفسكوا عايشين في الصحراء؟ بتزعقوا لي صوتكوا عالي ليه؟ الهنم كانت بتقابل هايدي ودهب وساسو. يا بطلع من نفوخي بقى، قلت لك كنا خارجين مع بعض شويه وخلاص، في ايه؟ لا يا روح قلبي ما فيهاش حاجه خالص، بس عايزه الفت نظرك بقى يا زوزه. ما دام الشله دي اتلمت على بعض، دي بقى الجريمه الكامله، لازم في حاجه غلط. اهو شفتي؟ ليه دايما سوء الظن سباق كده ليه؟ شوية صحاب وخارجين نزقطت وننبسط مع بعض، فيها مشكلة؟ وانبسطتوا؟ اه. شهيرة خلصي، كنتوا بتتفقوا على ايه؟ على فكرة يا حمزة لو كترت اكتر من كده هتتضرب. ايه؟ تضربيه قدامي؟ قدام المامور بديلة؟ الجاد مزر بتاعتي؟ والله لولاها كان زماني طحنتك.